أهلا بكم من جديد. أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات يسهم في خلق اقتصاد قائم على المعرفة يصب في صالح أهداف التنمية المستدامة، منوهة بما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله من حرص واهتمام في دعم كل التوجهات التي تحقق ذلك. وتحتل مملكة البحرين الترتيب 7 عربيا والثامنة 78 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي 2019 الذي يصدره المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال إنسياد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو. كما وأثنت الغرفة على جهود الشباب البحريني في تطوير وتنمية مفهوم الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع لصالح الوطن والمواطنين. نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع كل من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعا ببيت التجار حول نظام تتبع المطابقة الخليجي لألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية. ونظرا لتدشين الهيئة للنظام الخليجي لتتبع المطابقة منذ يوليو 2016 للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد وألعاب الأطفال، وكون هذا النظام يتطلب تفاعل كافة الأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للنظام كونه من أهم المخرجات النهائية التي تحقق التتبع للمنتجات الحاملة لإشارة المطابقة الخليجية ضمن آليات حديثة تنعكس إيجابا على كافة الأطراف ذات العلاقة. أعلنت إنفست كورب المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تأخذ من مملكة البحرين مقرا لها عن نجاحها في إتمام عملية بيع محفظة عقارات سكنية تقع في مدينة رالي بولاية كارولينا الشمالية لشركة ترو أمريكا مالتي فاميلي مقابل سعر إجمالي بلغ نحو 109 ملايين دولار أمريكي. وقال باباك سلطاني المدير التنفيذي للاستثمار العقاري لدى إنفست كورب إن هذه الصفقة المربحة تؤكد نجاحهم في تنفيذ فلسفتهم الاستثمارية، حيث تمكنوا في السنوات الثلاث الماضية من رفع قيمة هذه العقارات عبر إجراء تحسينات وأعمال تجديد عليها. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام باللون الأحمر منخفضا بنسبة 0.9% ومقفلا عند مستوى 1516 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,082,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 292 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 52 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8091 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.45% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2781 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.2%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5057 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.33%.
كشفت البيانات المالية في الإمارات أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 زادت بنسبة 2% عن ميزانية السنة الجارية، حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 نحو 60.3 مليار درهم. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة. ويشار إلى أن ميزانية السنة المالية 2019 تعتبر الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة نفسها ومن دون عجز، في تأكيد جديد على كفاءة وزارة المالية في تأدية مهامها. كشفت بيانات حديثة نشرها صندوق النقد الدولي عن قائمة الدول الأقل ديناً في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وشملت القائمة المكونة من 10 دول دولة الكويت. وتصدرت قائمة الدول العشر الأقل ديناً هونغ كونغ بنسبة 0%، وساوتها في النسبة ذاتها ماكاو، وكلاهما منطقتان إداريتان تابعتان لجمهورية الصين الشعبية، في حين جاءت الكويت في المركز العاشر من بين الدول الأقل ديناً في العالم بنسبة 17.8% لتكون الدولة العربية الوحيدة في القائمة. أكد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار بلتون فاينانشال أن مصر تزخر بفرص استثمارية كبيرة تجعلها الوجهة الأفضل أمام المستثمرين الدوليين، سواء على صعيد الاستثمار المباشر أو غير المباشر، وذلك في ضوء الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، التي وضعت مصر في ريادة الدول التي ينظر لها المستثمرون بشغف واهتمام كبيرين. وقال شوقي في تصريحات على هامش مؤتمر بلتون أكسس الذي تنظمه بلتون في مدينة دبي للترويج للاستثمار في مصر أمام صناديق استثمارية إقليمية ودولية، قال إن مسؤولي الصناديق الدولية أبدوا إعجابهم بالنتائج المبهرة التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. رجل الأعمال المصري نجيب ساورس يحتل المركز الثاني في قائمة أغنى 4 مليارديرات بالعالم امتلاكا لمناجم ذهب. تباطأ التضخم في ألمانيا خلال القراءة الأولية للشهر الحالي لأدنى مستوى في 3 سنوات، في إشارة إلى صعوبة الوصول لمستهدف البنك المركزي الأوروبي. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الألماني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين والمتفق مع متطلبات منطقة اليورو بنحو 0.9% خلال سبتمبر الجاري على أساس سنوي. ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل التضخم في منطقة اليورو قرب 2%. أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز تصنيف الصين عند A1 و A+، مشيرة إلى أن البلاد ستحافظ على معدل نمو اقتصادي أعلى من المتوسط. وأكدت الوكالة النظرة المستقبلية المستقرة للبلاد قائلة إن الصين ستشهد تحسناً في الأداء المالي على مدى السنوات 3 إلى 4 القادمة. وأضافت الوكالة أنه من المرجح أن يواجه الاقتصاد أيضاً حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الأمريكية الصينية والجهود المستمرة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل المخاطر المالية. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
احتل الملياردير نجيب ساورس أو سويرس رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة OIH المركز الثاني في قائمة أغنى 4 مليارديرات في العالم امتلاكا لمناجم ذهب أو لحصص كبيرة فيها، والذين زادت ثرواتهم إلى حوالي 1.8 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى الآن مع انتعاش أسعار الذهب بفضل سياسات التوسع النقدي التي تطبقها البنوك المركزية الكبرى حول العالم، ووسط التوترات التجارية التي تجعل المستثمرين يتجهون للملاذات الآمنة وعلى رأسهم المعادن النفيسة مثل الذهب. وزادت ثروة الملياردير نجيب أكثر من 300 مليون دولار هذا العام ليأتي بالمركز الثاني على مؤشر بلومبرغ لأثرياء العالم.